الله يخليك حمد لله على السلامه. الله يسلمك استاذ جمال. خليني ابدا مع حضرتك بمباراه الاهلي والاسماعيلي واللي حضرتك شايفه في هذه المباراه وما صاحب المباراه من بعض الامور الخاصه بجماهير النادي الاسماعيلي واعتدائها على جمهور النادي الاهلي، ثم بعد كده بيان الرابطه، ثم القبض على خمس مشجعين او مثيري شغب من هو طبعا مبدئيا المباراه كناحيه فنيه هي داخله في اطار المباريات اللي النادي الاهلي حاليا بيجرب فيها كل العناصر المتاحه قدام سواريش، لان هو لازم يكون عنده فكره الان عن كل لعيبه، ومش مفاجاه يعني انه المباراه تنتهي بالتعادل او بأداء غير مرضي، لأنه هو هي مباريات النادي الأهلي خد قرار بأن خلاص ما تبقى من مباريات هو تجريبي ومفيد أكتر للمدير الفني. نعم. ثانيا بالنسبة للأحداث طبعا اللي سبقت المباراة، أنا بشوف أن هي شيء خطير جدا أنه لسه الناس محتقنة جدا، يعني ده الدوري خلصان، جمهور الإسماعيلي اللي رايح زعلان من ايه اصلا؟ يعني مع احترامي الشديد، عارف انا اللي فرق معايا في الامر ده ايه؟ قبل واسيب حضرتك تكمل يعني مش بقطع ولا حاجه، لا بالعكس، ده احنا انا اللي فرق معايا ان تطبيق القانون يخلي الناس كلها، يخلي الجمهور يرجع مره ثانيه، وبالتالي يجب ان يتم تطبيق القانون على الجميع. ما ده 100% ده الاهم بالنسبه لي. وعلى فكره هو الفيصل بيننا وبين الحدث نفسه هو القانون، مظبوط، لان الامر ما يخصش الاهلي وما يخصش الاسماعيلي بس، بالضبط. هو يخص التواجد الجماهيري والسلوكيات المطلوبه قبل وبعد واثناء كل مباريات الدوري. نعم. الجميع متاكد انه الكره المصريه عانت كثيرا جدا بعدم وجود جمهور، من غياب الجمهور طبعا، وما يجري الان من تجربه لوجود 2500 ولا 500 ولا ألف ولا أعداد محدودة، ما هي إلا تجارب لعودة الطاقة الكاملة من الجماهير. نعم. خلال الفترة القادمة، مظبوط، فلابد أن جماهير كل الأندية تساعد هذه التجربة على أن هي تبقى ناجحة، ويبقى في نوع من أنواع الاكتمال عودة الجمهور إلى المدرجات. نعم. بهذا الشكل الحقيقة، وأنا عاجبني الاتجاه برضو بتاع أنه السيئة مش هتعم على جميع الجمهور. أيوة. برافو عليك يا استاذ، دي نقطة مهمة قوي. برافو عليك. يعني تجربة مهمة قوي انه بقى كل الناس اللي رايحين النهاردة الاستادات والملاعب معروفين بالاسم وبطاقاتهم الشخصية والبيانات الكاملة عنهم، فعايزين بقى ننتقل الى مرحلة حرمان المشاغبين ايا كانوا، العقاب وحرمانهم من الدخول او فترة معينة، يبقى فيه بلاك ليست للاستادات، ان المجموعه دي ممنوعه، نمنع مثير الشغب من اي نادي بالمناسبه. بس انا ليه بقول انه لا داعي خالص؟ يعني النادي الاسماعيلي كان بيمر بتجربه صعبة هذا الموسم، صعبه جدا، وكلنا الحقيقه تعاطفنا، سبحان الله، يعني الجميع ونحن اولهم كنا متعاطفين جدا مع فرقه النادي الاسماعيلي، لان وجود النادي الاسماعيلي بحالته اللي احنا بنتمناها واللي احنا عارفينها ده مفيد للكرة المصرية طبعا، ويجب على الجماهير المتعقلة، واعتقد ان المتعقلين هيفهموا ده، انه الاسماعيلي حاجة اساسية في الكرة المصرية طبعا، ولا يجب ان احنا نتكلم غير تحت هذا العنوان، لكن انه يطلع بعض الناس المشاغبين ويسيئوا الى العلاقات من اي نادي مره تانية من اي نادي، الكلام وتكرار الحديث عن ان النادي الاهلي لا يلعب في بورسعيد والاسماعيليه ده يا جماعه موضوع المفروض انه حسم، قتل بحثا، يعني النادي الاهلي الكلام فيه على ما انا بقول لحضرتك النادي الاهلي، معلش معلش اقطع بس، ده في واحد حب ياخدك في سكه تاني قال لك انه ده متدبر عشان ما يروحش يلعب في اسماعيليه، يعني كمل بقى، تخيل بقى، لا شيء غريب بقى. جدا يجب ان ينتهي اول واحد لازم يحاكم هذا الشخص، اول واحد لازم يحاكم. القصه اصبحت زي ما بيقولوا اسطوانه مشروخه، لكن البعض ينسى ان هذا ليس قرار النادي الاهلي، ده بالعكس النادي الاهلي طب ما هو هيلعب الماتشين بتوعه في برج العرب،
هل ده أنا هل ده بتشرف. هل ده انا نعم؟ بتشرف يا استاذ جمال انا لعبت هنا ولعبت هنا تمام وده شيء شفت الناس هنا وشفت الناس هنا وشفت اللي بيحصل بالزبط. هنا وبيحصل النادي الاهلي كان دائما بيلعب في اسماعيليه وانا كنت بلعب في النادي الاسماعيلي ساعتها كانت عاديه جدا كانت كان فيها بعض المناوشات الجميله اللطيفه الحلوه اللي احنا دايما العاديه لكن الاجواء كانت مختلفه اجواء مختلفه كتير وكان في روح رياضيه ومتعه في الملعب ومتعه في وكمان يا استاذ سامي حته بناء العداء التاريخي اللي ملوش اساس يعني الكابتن علي ابو جريشه والكابتن سيد عبد الرازق اللي هم ايقونات الكره في الاسماعيليه هم بانفسهم عمرك ما تسمع منهم كلمه وحشه لا وهم بانفسهم قالوا ان النادي الاهلي لو كان عرض عليه ايام الحرب 67 لا انا عايز اقول انه بناء مش هيقتنع الطرف الثاني الطرف اللي عايز يدمر ويخرب ويكسر لا مش هيقتنع انا بس احنا بقى هناك العقلاء اللي اتكلم عنهم الاستاذ جمال كابتن انا بتكلم عليه بقول لك انه الطرف المخرب الطرف المخرب خلاص صم ودانه كده مش هيرضى يسمع الكلام اللي هيقوله الكابتن على بس احنا لازم ولا الكابتن حلو جدا احنا لازم نقول ليه يا استاذ محمود هقول لحضرتك ليه لانه عندما اخطا الطرف اللي عمل ودانه كده عمل ايه اتقبض عليه ايوه بالظبط وهيتقبض عليه تاني طيب قواعد حلوه حضرتك بتحط قواعد النادي الاهلي ومجلس ادارته من امبارح للنهارده حاجات كتيره انا اسف ان انا لانها حاجات خاصه يعني مش هيقدر يعني في كله في وقته هيبان لكن مجلس اداره النادي الاهلي مجلس اداره رابطه الانديه الحقيقه مع النائب احمد دياب والمجموعه وكابتن عماد متعب والاستاذ عامر حسين كل الناس اللي كانت موجوده الحقيقه الكل تعاون علشان يضع الكلام اللي حضرتك بتقوله لازم قواعد لما هو قال لازم في ضوابط محاسبه للخارجين على في رئيس قانون الشغب يا استاذ ما هو هيطبق قانون الشغب موجود موجود بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه اتفضل لازم تقرا المشهد بزاويه مختلفه ونكون واضحين فيه هناك برامج شيطانيه شيطنه العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي من عشان كده بنوضح انا بكلم وبين الاهلي وبورسعيد من ناحيه وهي البرامج دي باشخاص معروفين بالاسم للقاصي والداني صح. اول ناس مطالبين بقطع رؤوس هؤلاء الشياطين هؤلاء عارف لما يختفوا دول يقولوا الكلمه الحلوه مش هيحصل اللي انت شايفه لما اقعد اجيب لك فيديوهات واشيرها على السوشيال ميديا عشان الاهلي خسر لقب الدوري ما هو الهدف وبعدين تطلع بعد ما تقتل القتيل وتمشي في جنازته وتطلع تديني قيم ومبادئ واخلاق نحن ضد الاعتداء على جماهير الاهلي يا سلام لا 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 بس بس لا لا شوف انت لا شوف انت شوف انا بديها لك ازاي وايه وتلقى الفيس كله رايح في سكتي نحن نرفض الاعتداء ما انت اللي عملت الاعتداء ما انت اللي شحنت الولاد دول اللي هم المساكين اللي هم دلوقتي هيدور منها خرجهم منها يطلع رئيس نادي الاسماعيلي يدافع ويحاول يزق الموضوع في سكه ثانيه حتى مش عاوز اعترف بالوضع مش عاوز اعترف انه ايه طب تخيل انه كان في رد فعل من جانب جماهير الاهلي ها بعد الماتش وحصل الناس اتجمعت مثلا وحصل وحصل ما لم يحدث لولا تدخل الامن السريع وبدا يعمل اجراءات عشان يحتوي الموقف ويجيب الناس واللي لهم صور واللي فيديوهات الكلام الموضوع اخطر الموضوع اخطر يا كابتن اسلام الموضوع خطير على ناس ما عندهمش ضمير باعوا ضميرهم لمصالحهم باعوا ضميرهم عشان شايفين انه ده ان انا هكسر في المنافس بتاعي وان انا اشوفه حط دايما في مواقف شحن سلبي غريب جدا شحن لا تعرف ده والدليل اللي ايه اللي حصل الاهلي اتضرب وتعرض الاوتوبيس بتاعه في تونس ترجي التونسي الاهلي حصل له موقف في الهلال السوداني مين المسؤول على الكلام شخص واحد شخص واحد مسؤول بيعمل كل الكلام ده ومتساب ولما طلب النادي الاهلي يحاسبه واتعمل شكوى ضده قعدت الشكوى تروح وجاي وتحقيق وما اتخذش ضده موقف في الاخر يطلع يدينا امثله ويطلع يكلمنا عن الاخلاق والمبادئ وهو لا يعرف وبما ان هناك ولا المبادئ عندك حق ولكن بما ان هناك بعض الرؤوس الشيطانيه زي ما حضرتك سميتهم ولكن كابتن سيد بازوكا وهو النجم التاريخي واحد من النجوم الاساطير الكره المصريه وللنادي الاسماعيلي كابتن سيد بازوكا قال اعتقد ده في قناه المحور مع مش يعني انا مش شايف مين الحقيقه ولكن بيتغيروا ينفعل على وقت دول مش جماهير الاسماعيلي طبعا وده اللي احنا قلناه هو مش الجمهور الحقيقي جمهور الاسماعيلي فاهم وناضج وما يعملش كده ودول شويه الهتيفه
واتكلم عن رئيس النادي وقال احمل يحيى الكومي المسؤوليه على اعتداء الجماهير بسبب وبحذر من كارثه ستقع بسبب السباب والشتائم على الهواء بدون حساب. وكابتن محمود الخطيب اسطوره في الاخلاق والملعب والاهلي مش عارف كلمه كده مش شايفها زي الاعلام الماجور ما مصور للناس. واخيرا بعتذر لكل الناس لكل جماهير الاهلي العظيم. دي منافسه زي الاعلام ايه؟ زي الاعلام ايه؟ الماجور. لا هو هنا زي ما مش عارف وريني كده يا كابتن زي ما الاعلام الماجور صور للناس. زي الاعلام ايه؟ صور للناس ايه؟ لعب على وتر ايه يا كابتن اسلام؟ احنا عاوزين ده كابتن سيد بازوكا مش بقول محمود صبري ولا حماسي يعني كمان والاهلي ما انهارش يعني لم ينهار زي الاعلام الماجور ما مصور للناس. واخيرا بعتذر لكل جمهور الاهلي العظيم. دي منافسه دي كوره وده وعلى فكره طول عمر انا كابتن سيد معلش مع الاستاذ معلش يا استاذ محمود كابتن سيد عبد الرازق كان مدربي في منتخب مصر تحت 16 سنه انا اعرف الكابتن سيد عبد الرازق من 35 سنه تقريبا لا ده راجل 35 سنه هو والكابتن علي فالكابتن سيد عبد الرازق طول عمره كده على فكره عاشق للنادي الاسماعيلي ولكن تعليقاته كلها في الاتزان والصحه عشان هو راجل رياضي يا كابتن رياضي جدا ومتسق مع نفسه جدا وبعدين احنا مؤثرات خارجيه عليه لا احنا رغم اعترافنا يا استاذ سامي ان هناك بعض نافخي الكير زي ما بنسميهم اللي هو بينفخ في النار ده مش بعض. لا ما انا بقول لحضرتك انما هيظل برضو دورنا ان احنا نوعي الجماهير بمختلف انتماءاتها ان المنافسه ده تحدي للرابطه يا ريس ايوه ان التحديات للرابطه انها تاخد موقف وقرار انا بقول لحضرتك يا استاذ محمود يعني لسه انا كنت حتى بقول لحد يعني بعت له انا بقول لحضرتك ان هناك عقوبات رادعه وده منتظر ولكن ده منتظر هو هو هياخد التحقيقات دي بناء على ايه؟ مش هياخدها بناء على فيديوهات ولكن هياخدها بناء على تحقيقات النيابه العامه اللي بتحقق في هذا الامر ومسكوا 5 افراد وبعد انتهاء هذه التحقيقات من حق الرابطه ان هي تشوف وبالتالي ستتخذ قرارات ستكون رادعه ضد وعلى فكره من تسول له نفسه ان هو مش عايز يودي الجمهور الاستاد. شوف الكلام يا كابتن اسلام الكلام ده احنا شفناه فين يا كابتن اسلام؟ فين؟ في انجلترا لما الاهلي لعب لما الاهلي لعب نهائي دوري ابطال افريقيا في 2001 امام صن داونز اللي استرد بيها عرش الافريقي بعد 14 سنه واحنا داخلين الملعب دخلنا قبل المباراه بنص ساعه وجدنا على البوابات بتاعت مداخل متعلقه صور ومعمول عليها علامات اكس كده اتمنى ان النائب احمد دياب والكابتن عماد متعب والاستاذ عامر حسين والاستاذ ثروت سويلم وبقيه يكونوا سامعين الاستاذ محمود وانا هبعت لهم الفيديو بتاع حضرتك ده لانه كلام حضرتك مهم جدا في هذا الامر ان ممكن يتم اتخاذ هذا الامر والعمل به في صور كل الناس دي موجود شوف 2000 جنوب افريقيا سنه كام 2001 مش بقول لك 2020 ومحطوطه الصور دي كل واحد مقفول ايه 6 اشهر 3 اشهر 12 شهر 15 شهر عقوبات ومعروفين لدى مين ومعروفين لا ومعروفين لدى الامن ومعروفين لانه في امن الملعب امن الملعب ده اللي هم الانجليز تميزوا وجنوب افريقيا خدت الفكره من المدرج الانجليزي واحنا بعتنا على فكره فتره لما كان السيد العامري فاروق وزير الشباب هذا بعت فتره للتعلم والتعايش عشان نعمل النقله دي احنا نزيد انك يبقى عندك المدرج بيبقى لك لامن خاص المدرج فيه 500 مقعد بيبقى فيه 3-4 امن معروفين الاشخاص اسر ده بيت عائلات يا كابتن اسلام فالامر محتاج بامانه شديده زي ما تجاوزنا المرحله السابقه يا جماعه بعد 2012 واتقال اشتراطات النيابه وبدات فعلا والدوله عملت شغل هايل والدكتور اشرف صبحي والمهندس خالد عبد العزيز وعملت الدوله شغل كبير جدا في تطوير الملاعب واشرف صبحي بذل جهد بامانه كبير في المشهد اللي احنا شايفينه محتاج انك انت القانون ياخد مجراه صح وزي ما هو تدخل وطالب في اتصال مع النائب احمد دياب بسرعه الحاسم الموضوع لانه ده يسيء للعبه اللي بتبذل بها مجهود والصناعه والتطوير لابد ان يكون في قرار سريع لردع هؤلاء ومحاسبة أنا بطالب يا جماعة معلش بطالب المسؤولين عن الإعلام يا جماعة بصوا وشوفوا وراجعوا السيرة الذاتية لبعض الأشخاص المعروفين يا جماعة ما يحدث في غاية الخطورة لما أنا النهاردة أولعها امبارح واجي بكرة أقول أنا ضد الاعتداء على جماهير النادي يعني أنت بتضحك على مين؟
بتضحك على يعني بتضحك على انك متابع مثلا مود النقطه الاهم في الموضوع القضيه اللي بنتكلم فيها هي مراقبه الاعلام والمواقع التواصل الاجتماعي لان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام عليه مسؤوليه كبيره جدا في متابعه يعني هذه السلوكيات غير الرياضيه اللي بتضر بالرياضه المصريه. الرياضه المصريه بتاخد خطوات مميزه جدا. ليه كره القدم بالذات متاثره زي ما انت قلت استاذ جمال في البدايه لغياب الجماهير. اه طبعا اللي حصل مع باعتداء على حفله الاهلي دي اتوبيس الاهلي جماهير الاهلي مش اللعيبه كمان دي خطوه لورا. هتاخر لنا عوده الجماهير كتير. لا ده خلي بالك ده مدرب فني ريفيتوريا قال انا ازاي بتلعبوا من غير الجمهور؟ ده طالب عوده الجمهور قال لك كده انتوا هيبقى في مشكله هتعانوا منها لانه كنت خلاص انت معايا الجمهور ده خلي بالك سره في انه بيديك ايه؟ بيدي الباور وبيطلع للاعب كل اللي عنده قدام المشهد اللي انت شايفه.